كتير جميل اللي احنا شفناه. وفكره هنا تعليم السباحه للاطفال او كمان مش الاطفال، لا احنا بنتكلم على حديث الولاده، ده اكيد يعني حاجه يمكن مش منتشره عندنا في مصر بشكل كبير، لان برضو الثقافه ترجع ان الاهالي ممكن يكونوا خايفين شويه على اولادهم، حاجات زي كده كتير. بس هو موضوع منتشر يمكن في الغرب ويمكن تحديدا في روسيا، وضيفنا هو كمان بيدرب هناك يعني السباحه لحديث الولاده تحديدا في روسيا. خلينا نرحب بالاستاذ احمد جبل. صباح الخير. صباح موضوع مرعب بصراحه برضو يعني. تنور الدنيا كابتن احمد، اهلا بيك، سعداء بوجودك معانا. وزي ما هوند بتقول فعلا يمكن كمان امهات بصفه خاصه ما يجيلهمش قلب ان هم يعني ايه ابنهم لسه رضيع، يعني هتلاقي عارف اول رد فعل هو يا ضيناه يا ابني، ما ينفعش يعني ايه يترمي في الميه، ومع ذلك بره بيعملوا كده عادي جدا، ويمكن بعد ايام بسيطه جدا من ولادته. الفرق في الثقافه يعني ايه اللي بيخلي فيه جاب كبيره قوي كده؟ الفرق عامه هي فرق ثقافات عامه. الفكر الروسي عامه بدأ الموضوع من ممكن من الستينات، تمام، بدأت بمدرب روسي اتولد له بنت، تمام، عندها مشكله في الاكسجين في الدم، تمام. هو كمدرب كان مقتنع ان السباحه مفيده جدا للطفله دي، فبنزل بيها الميه بدا يدربها، تمام، بدا يغطسها، مع الغطس الاكسجين في الدم بدا يزيد، الطفله بدات تحسن عامه كبدنيا ونفسيا، تمام. بداوا ساعتها في روسيا يدرسوا الموضوع كله، تمام، ويعرضوا على اطباء، وساعتها وصلوا ان السباحه مفيده جدا للاطفال في العمر ده، وبتساعد الطفل نفسيا وجسديا ان هو ينمو بشكل سليم ويبقى يتفوق عن الاطفال عامه اللي في العمر بتاعه. اوكي، ايه تاني؟ طيب خليني ابدا مع حضرتك كده بدايه بس عشان نبقى فاهمين، هو حضرتك دارس ايه؟ يعني اصل مش اي حد أوكي. يعرف يتعامل مع السن ده تحديدا كمان. اوكي، نرجع خالص بتاريخي. انا بابا كان مدرب صاعقه، تمام، فمن صغري بابا يعني شددنا للرياضه عامه، تمام. كنت دخلت تربية رياضية في أول شهر، بس حسيتها اللي هو كسياسيا ما يعني ما جاتش على هوايا من الآخر، تمام. حاولت كلية التجارة، وأنا في كلية التجارة خدت دورات في الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، اشتغلت كمنقذ، اشتغلت كمدرب سباحة، بعديها خدت اتجاه البحر عامة كجايد سنوركلينج، ودرست في الأكاديمية البحرية حوالي 6 شهور، تمام. وكنت كان حلمي إن أنا أطلع عامة ألف العالم كله بالباسبور البحري، بس بمعنى صح ما ظبطتش. الثوره قامت في مصر، السياحه باظت، الدنيا وقعت شويه، فالدنيا خلتني من البحر عامه لمجال تاني خالص، تمام. بعدت شويه عن السباحه، بس اللي هو ايه لسه السباحه جوايا في دمي، تمام. فطلعت اشتغلت في مطار دبي خدمه عملاء، اشتغلت في مطار الدوحه خدمه عملاء، تمام. في نفس الوقت بدرب سباحه، كان بنزل مع مديرين عندي بدرب سباحه مع اولادهم، فحاجه بعد الشغل كنت واخدها كهوايه كهوبس بعديها، تمام. بعديها ما برضو مع كنت حظي وحش شويه في مع قطر ومصر، العلاقات وقعت، تمام. فكنت ساعتها اتجوزت وعندي طفلين، فعامه شفت الثقافه الروسيه ازاي مراتي بتجيب مدرب البيت كمساج. متزوج من روسية؟ مراتي روسية وعن طفلين 5 سنين و3 سنين. أوكي. مارينا وتيمور، ما شاء الله. أوكي. ربنا يبارك لك فيهم. فشفت مراتي ازاي بيتعاملوا كثقافة، بيجيبوا مدرب البيت يدرب طفل من عمر 2 أسبوع ينزل بيه البسين، قصدي البانيو، تمام. دي كانت أول مرة تشوف فيها، أول مرة أشوف حاجة يعني زي كان ولادك أنت شخصيا أول ناس تشوفهم بيحصل معاهم كده. من عمر 2 أسبوع بينزلهم في البانيو، وفي نفس الوقت بيعملوا مساج في البيت، جلسات مساج. ده ستاندر عام في روسيا كلها، الطفل سليم او مش سليم. احنا ما كناش اطفال يا ابو كباتن. احنا ما كناش اطفال، ما كانش حد بيحن علينا في المرحله دي. فالفتره دي بدات اقرا عن الموضوع اللي هو يعني فيه اهتمام من الموضوع اللي بالنسبه لي اولادي، وفي نفس الوقت انا غاوي سباحه والسباحه في دمي، اللي هو من صغري كنت بحب السباحه، تمام. بدات اقرا اجمع مصادر روسيه او كتب روسيه عامه، بدات اترجمها اقراها اتثقف عامه، وفي نفس الوقت اشوف المدربين شغالين ازاي. في نفس الوقت الشغل زي ما انا في قطر، تمام، لحد ما الدنيا خليتني لحد روسيا، رجعت روسيا معيش شغل، تمام. بدات اشوف انا بعرف اعمل ايه، تمام. فبدات اشوف مين في روسيا يقدر يساعدني اخش مجال سباحه الردع، والحمد لله ربنا وفقني قدرت اوصل لشاب مصري هناك برضو، فنظمني زي مقابله مع برضو كان كابتن مشهور جدا في روسيا. بس انا والكابتن يعني ما اتفقناش كسياسيا معنا صح، ما يعني في ناس كده شغاله اول مره ما تحبوش بعض، تمام. ما ساعدنيش، كان هو برضو زي ما تقول ايه مسلم مصري، يعني ما حصلش حضرتك اتوفقت وقتها، ما اتفقناش. الكابتن الثاني هو اللي كان برضو يعتبر بره عن ديني او مسيحي، هو اللي ساعدني جدا ووقف في ظهري جدا، تمام. دخلني المجال، بدات اتعلم واقرا في نفس الوقت، ترجمت كتاب نزلته باسمي انا، كان هدفي عامه اللي هو اوري الناس عامه الموضوع سهل،
وافتح ثقافه العرب عامه ان الموضوع مش مقتصر على اشخاص معينه او مفيش رهبه عامه لحاجه زي دي. في نفس الوقت شفت في روسيا ان الابهات والامهات فاهمين الموضوع اكتر من المدرب، ممكن يكون المدرب شغال الاب يعدل عليه او الام تعدل عليه. فدي ثقافه برضو كنت عايز اوصلها. متربيين على كده وتلاقيهم هم نفسهم وهم اطفال اتعامل معاهم كده برضو. اها اوكي. كنت شايف مشكله في مصر ان في ناس داخله المجال تمام اللي هو ايه باجتهاد شخصي، في منهم شغالين كويس جدا وفي منهم بيعمل اصابات للطفل او بيضر الاطفال عامه تمام. فكان هدفي اوصل للفكر العربي كله ان ازاي ايه بقى كاب او ام يقرا او يعرف او شايف المدرب شغال ازاي ويقدر يعدل عليه كاب او ام. في نفس الوقت عدل الاخطاء اللي المدربين دي يعملوها، اللي هو نزلت كتاب باسمي وكتاب الحمد لله اتقرا كتير وكان واخد 4.5 على 10 جيد. عايز تعدل على اللي في روسيا بيدربوا ولا عندها؟ اصل ان في مصر مش في مصر. موجود هو في هنا في اصلا كتير في مدربين ما دي بقى عايزين اعرفها اصلا. في مدربين جدا في مصر ناجحين وشغالين باجتهاد شخصي من غير اي كورسات محققين نتائج كويسه هايله جدا تمام. وفي مدربين تانية في مصر برضه شغالين بكورسات وفي نفس الوقت مش مسمعين. هو يعني بغض النظر عن نسب النجاح بتاعتهم او الى اي درجه هم مسمعين من عدمه، بالذات اللي بيتعامل مع المرحله السنيه دي صعبه جدا. بنتكلم على طفل رضيع حتى مش عارف يعبر عن اللي هو عايز يقوله او اللي هو حاسه. هو ينفع حد يمارس المهنه دي انجاز يعني تسميتها بمهنه وهو مش مؤهل 100% للتعامل مع المرحله السنيه دي؟ شفت فعلا في مصر حاجات زي دي، شفت في اصابات فعلا كتير في مصر حصل بحاجات زي دي. فانا كان هدفي احاول اوصل الفكر المصري ان احنا ممكن تجتهد بشخصك بس يبقى في كمرجع عربي اللي هو تقراه اللي هو ايه مينيمم سيف اللي هو تبقى شغال حد الادنى للامان. اها اها اللي هو في نفس الوقت حاجه يرجعوا لها في الاخر كستاندرز للموضوع. لو انت ممكن تجتهد من غير كورسات جميل جدا، ممكن تجتهد من غير كورسات. مثلا انا كاب اجتهدت ممكن انزل مع طفل الميه حتى من قبل ما اشوف الروس شغالين ازاي. كان فكري ممكن انزل بابني الميه، بشوف فيديوهات عايز انزل بابني الميه بس خايف. فكنت عايز اكسر حته الخوف في العرب عامه او في المصريين عامه. فالحمد لله وصلت لمستوى كويس اللي هو وصلت لكتابي على جود ريدز 4.5 من 10 تمام. واشتغلت على فكره جت في دماغي الصراحه فكره جميله جدا ان ازاي اعمل كونكت ما بين الفكر الغربي والفكر العربي تمام. اشتغلت فكره منظمه دوليه اسمها ترضع، انا كنت صاحب الفكره وانا اسستها في روسيا. ومعنى صح اللي هو ايه اول مكان اشتغلت فيه في روسيا ما كانش مؤمن بافكاري، اللي هو كنت من اول يوم اشتغلت معاها تعالي نعمل حاجه لصاحبه المكان، تعالي نعمل حاجه نخش السوق العربي او العرب محتاجين الموضوع ده حاجه جديده هتيجي بنفيتس كويسه كبزنس في نفس الوقت هنخش كقيمه كويسه في العرب. ما كانتش مؤمنه بيا فسبت المكان رحت مكان تاني افضل منه. بدات اللي هو ايه الموضوع مؤمنه بيا بس لسه مذبذبه، قلت له بنزل اعلانات نشوف الرياكشن بتاع الناس عامل ازاي. اه برضه لقيت الموضوع ماشي بطيء، رحت مكان تالت خالص. من اول يوم قلت لها يلا عايز اعمل كورسات في مصر والوطن العربي، قالت لي يلا بينا ننزل اعلانات ويلا نعمل كورسات في الوطن العربي. وعملنا الكورس الحمد لله، الكورس كان نجح 100%. في نفس الوقت كنت شغال على فكره المنظمه الدوليه، كان بقى معايا حوالي 23 مدرب من 11 دوله، معايا من اوكرانيا، معايا من كيرغيزستان. ده هنا في روسيا اكيد. ها دي في روسيا. اها البيبي شكله روسي. ده روسيا. اها في فيديوهات برضه مع كنت متاكد ان دي النقطه اللي بنيتي عليها الحكم ده. اوكي ده بيبقى في مكان مثلا مخصص للعمر ده بالتحديد. بيبقى مثلا في نادي ولا بيكون في مكان مرفق مثلا كومباوند سكنيه؟ يعني الاماكن دي منتشره الى اي درجه في روسيا؟ اوكي روسيا عامه من كتر ما الموضوع منتشر جدا فيها بقى الموضوع في كل منطقه، مش هقول في كل شارع، في كل منطقه في حمامين سباحه. الموضوع عباره عن ايه؟ ممكن مخزن كبير متقسم ديزاين كويس جدا تمام، جزء لعب الاطفال وكل اوضه فيها حوالي حمام من 3 متر ل 5 متر تمام مدور تمام. المكان كله مهيئ ان الطفل جاي يستمتع كلعبه مش تدريب. والموضوع واخد في روسيا حته اللي هو الهدف 100% استمتاع مش تدريب، اللي هو بيفيد الطفل كويس جدا بدنيا ونفسيا، بس واخد حته اللي هو انا جايب طفلي يستمتع في المايه. في نفس الوقت الاب والام فاهمين 100% ان الموضوع مفيد جدا نفسيا وجسديا وعصبيا. طب ده في مصر الاقبال يعني دلوقتي حضرتك بتدرب بس في روسيا ولا في مصر كمان؟ في مصر مع المنظمه اللي شغاله على فكرتها او معنى صح سجلتها في روسيا، المنظمه الدوليه اسمها ترضع. في فرع فتحناه في اسكندريه. يعني اوكي في ناس في اقبال وفي ناس جابت ولادها. يعني معايا بيبي سويمنج اكاديمي في اسكندريه، دي صاحبة الأكاديمية برضو بنت مصرية، أول بنت مصرية دخلت سباحة الرد عامة، كابتن سمر الخولي، برضو من المدربين اللي في مصر واقفين في ظهري من أول ما دخلت الموضوع وماشي في المجال. معايا اثنين مدربين في الفيوم فاتحين برضو شغالين في الفيوم، برضو من أقوى المدربين في الفيوم كابتن فارس ودكتور بدير.
معايا كابتن محمد زغلول هنا في القاهره فاتح برضه شغال. ماشي انا بس يعني مش ده اللي بسال عنه، انا بسال ليه عشان اعرف الاقبال ومدى رد فعل الاهالي. يعني قارن لي كده بين الاهالي هناك مثلا في الغرب او في روسيا وفي مصر، هل الثقافه عندنا مختلفه؟ لان يعني بطبيعه الامر اللي هيودي ابنه عند حضرتك اكيد ثقافته مختلفه فعلا. ولكن هل برضه ما زال لما يشوف ابنه مثلا ممكن ام تلاقي خافت او صوتت بالذات للمره الاولى؟ آه يعني هم مش بقول الاول مره على الاطلاق. الامهات المصريات عاملين ازاي في النقطه دي؟ اوكي الكورس اللي عملناه عامه حفزت او علمت المدربين المصريين ازاي يكسر حته الرهبه او معنى صح التواصل الجيد مع الطفل هو التواصل مع الام والاب. طول ما انت معنى صح فهمت الام انت قد ايه دارس وقد ايه فاهم وقد ايه عارف كل طفل مرحله عمره بيمر بيها من اول شهرين لحد 3 سنين، بتشرح الام الطفل في عمر شهرين بيعرف يعمل ايه، بيقدر يحرك رقبته او ايه الضرر اللي يجي له، في عمر 5 شهور الطفل بيقدر يقعد او لا، في عمر سنه الطفل بيقدر يقف او لا. فانت تواصلك الجيد مع الام والاب هو اللي بيوصل بيطمنهم الى حد ما يمتص القلق. ونجاح التمرين من نجاح تواصلك مع الام بالذات. اه طبعا ما انا عشان كده بقول لك هي الام بصفه خاصه اللي هتلاقيها قلبها وكيلها على الولد. وبيني وبينك برضو للي مش متعود على النوع ده من الامور يعني فكره ان انت طفل رضيع مثلا عنده 10 ايام ولا اسبوعين وترميه في الميه، الفكره من حيث المبدا فكره غريبه عند يعني عند ناس كتير. فبرضو محتاجه فعلا مهاره في التواصل. التواصل اهم من التمرين. صحيح. اه ممكن انت ممكن في المايه مش 100% بيرفكت ترينر، بس تواصلك الناجح مع الام والاب يخلوك خلاص. انا كان بيجي لي مدربين يسيب ابنها وتخرج تطلع بره تعمل تليفون، تطلع بره في تقعد في زي الكاميرا، تسيبها حتى تطلع في زي شوبينج مول كنا فيه برضه، تطلع تتسوق وتنزل لي في خلال نص ساعه. لا في روسيا. اه ما انا يعني فرحت نوية اصدق ان ده في مصر يعني. بس في مدربين في مصر برضه وصلوا للمرحله دي. معقوله؟ يعني وصلوا فعلا. اه طب هو حديث الولاده يعني بيبي ازاي ده؟ هو ده كده عنده قد ايه مثلا سنه؟ ده بالظبط عمره سنه وثلاث شهور. طيب اللي اقل منه كمان بياخدوا قد ايه مده؟ عشان لو ام بتشاور عقلها دلوقتي بتتفرج علينا نقول لها برده لو حد عايز يودي البيبي بتاعه يتمرن بياخدوا قد ايه تقريبا؟ بص هو الموضوع اختلاف فروق فرديه. اوكي طول ما هنبدا بدري مع الطفل من عمر شهرين طول ما هيبقى نتيجه اسرع. تمام. في طفل هتبقى عامل من شهرين في الشهر الثالث او الرابع بدا يتجاوب معاك، في طفل ثاني هتلاقيه بطيء في الاستيعاب شويه، بس مش معناه ان هو طفل بطيء، لا هو استيعابه كده. اه فالموضوع كل ما كان بدري كل ما كان النتيجه تبقى اسرع بكتير، بس ما نقدرش نحكم اللي هو الطفل بقى له مثلا 6 شهور هو يقدر يعمل كذا، لا الموضوع كله فروق فرديه. بالمناسبه ايه المميزات اللي في كده؟ إيه عشان برضو لو اي اب او ام عايزين ولادهم من مراحل مبكره يمكن اقل كمان من العمر اللي انت بتتكلم عليه عايزين يعني يخلوا ولادهم يخوضوا التجربه دي، ايه انعكاساتها؟ ايه المميزات اللي فيها على صحه ابنهم او على سواء جسمانيا عضليا؟ اوكي من اول يوم تواصل المدرب مع الام والاب لازم يعرف تاريخ الطفل من اول ما اتولد قيصري او طبيعي. تمام. الطفل عانى من اي مثلا مشاكل بدنيه او عضليه او جلديه، حتى الحساسيه الجلديه برضو لازم المدرب يعرفها. فبالتدريج ده كله المدرب بيبني معنى صح رجيم للطفل مع الام والاب، ومعنى صح بيغير ثقافه الام والاب اللي هو يستمه الطفل ان وقت التمرين ده حاجه زي مقدسه. يعني الرجيم في روسيا الطفل ليه وقت معين للاكل، تمام، ليه وقت معين للنوم. رجيم للطفل عنده اسبوعين؟ اها فعلا. انا كنت مختلف مع مراتي في حاجه زي دي. عمره اسبوعين بيعمل له رجيم. ويا ترى ايه نوع الدايت اللي بتكتبوه؟ لا نظام اكل. لا لا من عمر شهرين مثلا انا كان بنتي او ابني اوكي بس كده هيحرموا يعني. المهم اتفضل. اوكي كان ليهم وقت للاكل مثلا مراتي كانت مسستمها الساعه 10 هتاكله، الساعه 12 يبقى نايم على السرير. اوكي الساعه 2 صحي تاني هتاكله تاني. فمعنى صح بتعمل له رجيم اللي هو بتبقى عارفه بالظبط امتى بيبقى اكتف وامتى بتبقى ميعاد النوم. احنا كمدربين بنوصل مع الام والاب امتى احسن وقت للطفل اللي هو الطفل يبقى فيه اكتف ونقدر نوصل له فيه التمرين ده، ومعنى صح نكرر تكرار التمرين. الموضوع ده كبير يا ابو الكباتن، وغالبا هنحتاج نتشرف بوجودك معانا مره ثانيه عشان برضه ايه نخوض في تفاصيل اكتر من كده. للاسف الوقت ما كانش مسامح يعني مساعدنا قوي في الفقره دي، فبنشكرك على وجودك معانا. نورتنا. ربنا يخليك. اهلا بيك. نورتني يا استاذ احمد، وان شاء الله الموضوع لو فعلا في استفاده للطفل يعني ان هو ينتشر بشكل كبير في مصر والثقافه تختلف الى حد ما ان شاء الله. طيب احنا هنروح فاصل وهنرجع بعد الفاصل هنكمل بقى، لان معانا الفقره زي ما كنا بنقول لحضراتكم الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي في جريدة الشروق، وأكيد هنتكلم عن ما حدث في مباراة أمس، وكمان بطبيعة الحال هنتكلم في ما هو قادم ونتكلم عن الماتش القادم تحديدا الإسماعيلي كمان. فاصل ونرجع.